استقبل مركز الإصلاح والتأهيل خميم بسوهاج وفدا من أساتذة وطلاب جامعة سوهاج، وذلك للاطلاع على مرافق المركز ومنشآته ومنظومة السياسة العقابية الحديثة المطبقة داخله، والتي تتماشى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. نقلة نوعية وإنسانية تشهدها المنظومة العقابية في مصر. من هذا المنطلق استقبل مركز الإصلاح والتأهيل أخميم بسوهاج وفدا من أساتذة وطلاب جامعة سوهاج للاطلاع على مدى التطوير في برامج الإصلاح والتأهيل التي يوفرها مرافق المركز المنشأ على أحدث النظم الإنشائية والإصلاحية. قام الوفد بجولة داخل مرافق المركز ومنشآته، وفي المقدمة المركز الطبي المزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة ويوفر عناية صحية فائقة للنزلاء. المستشفى الموجودة مجهزة بأحدث الأجهزة وكل غرف العمليات ونظام الكبسولة المغلقة. حقيقة في اختلاف كمي ونوعي، وكنتش متخيل إن ده موجود في، مش هنسميها السجون المصرية دلوقتي، بنسميها مركز الإصلاح والتأهيل. شفنا أحدث الأجهزة المتاحة وأفضل المباني والإمكانات المتاحة للنزلاء، مما يؤكد أن الدولة بتراعي حقوق الإنسان على الوجه الأكمل. واصل الوفد جولته داخل المركز، حيث اطلعوا خلالها على الرعاية المقدمة للنزلاء المعيشية والتعليمية والتأهيلية، حيث يتم تطبيق برامج إصلاحية وتعليمية متطورة تراعي أفضل المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. شفنا قد إيه النزلاء يعني بيمارسوا حياتهم، شفناهم إزاي بيتحولوا إلى منتجين في ورش نجارة وأعمال حرفية وأعمال يدوية. إحنا اللي شفناه النهاردة فعلا يتواكب مع العصر ومع الجمهورية الجديدة. طبعا أنا شفت برضو بعض الحاجات الملحقة به، سواء كان الملاعب، الحضانات، المزرعة، الحاجات دي كلها، دي حاجات طبعا هائلة برضو للاستفادة من الإمكانيات الموجودة للنزلاء. منبهرة بالشغل اللي عاملاه وزارة الداخلية. أنا لو ما كنتش جيت وشفت بنفسي ما كنتش هصدق. بشكر وزارة الداخلية جدا إن هي أتاحت لي أنا وزمايلي إن احنا نزور النهاردة مركز إصلاح وتأهيل بأخميم. أنا فخور باللي أنا شفته هنا، اللي جاتني الفرصة إن أنا أطلع بشكل تفصيلي وبرؤية عين عن الإنجاز الرائع اللي حصله في هذا المركز الرائع، اللي احنا سمعنا كتير من وسائل الإعلام، إنما اللي بيشوف غير اللي في على وسائل الإعلام غير اللي بيشوف برأي العين. اللي احنا شفناه النهاردة في معاملات النزلاء وإن الحياة الجديدة اللي بدأت تطورها وزارة الداخلية، مش كمسجون بيأدي عقوبة، لا ده كإنسان يصلح إن هو بعد ما يخلص عقوبته ويخرج إن هو يبقى شخص تاني، شخص يتعامل مع الحياة بطريقة كويسة. بجد احنا نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الداخلية لهذه الجهود الكبيرة. تتواصل الزيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل ليتعرف الجميع على ما تتمتع به هذه المراكز من إمكانات كبيرة توفر حياة كريمة للنزلاء وتؤهلهم للاندماج في المجتمع لبداية حياة جديدة. زيارات متنوعة تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل من طلبة الجامعات ومن المجالس النوعية المتخصصة ذات الصلة بحقوق الإنسان للاطلاع على مرافق هذه المراكز وما تقدمه من خدمات ورعاية متنوعة للنزلاء من أجل إعدادهم وتأهيلهم ليصبحوا أعضاء نافعين في المجتمع عقب الإفراج عنهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.